فانا هنخضع للتخدير دلوقتي كان ممكن لو والدنا طبيعي مش هنلجأ له. تمام. وطبعا غالبا بيبقى يا تخدير نصفي يا تخدير كلي. تخدير كلي ده قد يؤثر على البيبي نفسه، احيانا كتير جدا البيبي نازل مدروخ، مش ما هو وصل له في الدم، وصل له من جسمه الادويه المخدره دي، وخاصه لو احنا اتاخرنا شويه في اخراجه. فده تأثير بيحصل على البيبي نفسه. بعد كده من المشاكل العملية نفسها، احنا فاتحين بطن، في جنبنا الأمعاء، جنبنا المثانة البولية، جنبنا الكلى، جنبنا أي يعني عضو من الأعضاء دي، جنبنا الحالب، أي عضو من الأعضاء دي ممكن يتأثر، ممكن بالظبط يعني ممكن يتخبط، ممكن يتعور، ممكن يتجرح، ممكن كذا، ممكن تحصل التصاقات بعد كده فتخلي العضو ده في غير مكانه الطبيعي. فتلاقي السيده بعد كده تقول لك انا بعد ما عملت عمليه بقيتش اعمل حمام كويس، انا بعد العمليه بقى بيجي لي امساك كتير، بعد العمليه بقيت لازم احزق جامد عشان خاطر اعمل تويلت، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. الحقيقه برضو من ضمن المشاكل، مشاكل النزيف اللي ممكن تحصل، والنزيف بيمثل اكثر من 20% من وفيات الامهات بسبب اللي بتحصل اثناء الولاده. طبعا النزيف، والنزيف اكثر طبعا في العمليه القيصريه اكثر ما بيحصل منها في الولاده الطبيعيه، لان احنا فتحنا اورده وفتحنا شرايين واحنا بنفتح الطبقات بتاعه البطن. المسائل الاخرى طبعا من عمليات بقى استئصال الرحم اثناء القيصريه دي بتحصل في بعض الحالات، طبعا لما بيكون في نزيف غير ما نقدرش نتحكم فيه.